جال اللي عندهم تجربه ويقدروا يعاونوا الفريق على المستوى الافريقي باش يديروا النتائج في المستوى. ونتمنوا لهم حظ موفق ان شاء الله في هذا الشيء اللي جاي. المسؤوليه ماشي سهله. المسؤوليه ماشي سهله. هذا الشيء كله داز فيلم. هذا في ليكزورسيس فيلم هذا امتحان كبير. ترى ماشي امتحان. مسؤولين ديال الراجل باش انهم ايوا زعما برافو عليهم الا فكوا هذا الفيلم وحيدوا هذا الشيء زعما والله الا برافو عليهم. داكور. قال لي واحد واسي العماري على فاش جا البدراوي كان منخرط في الرجاء. شوف اولا قبل ما نهضروا على السي البدراوي نتمنوا ليه حتى هو يكون في صحه جيده والله يفرج على السي البدراوي. غير واحد القضيه نهضروا عليها. انا هضرت مع السي ايتمن انا جوست كاماتنو قلت لي كيف كومونس قال لي انا ايتمنى هشام ايتمنى بغيت نعرف شكون اللي كيهضر بسميتي وانا ما خباريش كيفاش غادي ندير ندوس علاش غندير ندوس صافي هذا واش السؤال انا ايتمنى علاش غندير ندوس صافي بعدا في الاصل هذا واش السؤال باش يقول لهم انا ايتمنى ما فهمت انا ايتمنى علاش غندير واش يقول لهم راني نخارت في الوداد واش الرئيس ديال فريق الوداد البيضاوي قال لهم انا غنستقل وغادي نحل الانخراط غادي نحل باب الترشيحات لا واش هذا البوست ديال الرئيس خاوي لا علاش غادي نحل غنحل غادي ندير ندوس صافي في اوطي احتراما كيف قال لي وانا الا بغيت ندير ندوه صحفي ما غنديرهاش في لوطين غنديرها في تيران الوداد راه الوداد على غندير ندوه صحفيه في تيران الوداد مع المنخرطين ديال الوداد مع الاسره ديال الوداد علاش غندير ندوه صحفيه في اوطيل بحال انا زعما الوداد ما كنعرفهاش بعيد عليها هذا عبد المجيد هو في الشرق وانا في الجنوب وعبد المجيد صاحبي وعبد المجيد ها هو راه دابا ولا هو الرئيس ديال الوداد وانا وياه راه على تواصل زعما بعض المرات كتبغي تفهم والله ما كتفهم عاجل يتمنى حط ترجيح الرئاسة وغيولي رئيس وغيدير ندوه صحفي باش يقدم مشروع صافي المشروع صايبو قدمو ولوطيل دابا المشكل اللي عنده في المعلومة هي شمن اوطيل غيدير فيه شمن اوطيل اللي غيدير فيه هذا الشيء وهذا هو اللي غير مفهوم اصاحبي بعض المرات زعما ودابا ايتمنى هو كيقول لك وعباد الله حتى شكون اللي كيقول لك نيجي بواحد الهضره الوداد دابا في هذا البيريود ما محتاجاش لهذ الاخبار محتاجه الناس انهم يخلوا الناس تخدم لان حتى هما عندهم مسؤوليه كبيره الموسم المقبل خصهم يجيبوا لاعبين عندهم بزاف ديال اللاعبين اللي ربما فانت كونترا اللي خصهم اللي يقدروا يجدوا معاه ولا اللي باغيين يجدوا معاه خصهم يريحوا معاه من خص يتكونسونطراو على الخدمه اما هذا غيمشي هذا غيجي هذا ما حتى يوصل الوقت ونشوفوا واش هادشي كاين ولا ما دابا عبد المجيد برناكي يلاه طلع رئيس يلاه قال بسم الله نهار اللي عبد المجيد برناكي يقول رانا غندير جمعه استثنائيه وغنمشي في حالي هذيك الساعه وغيحل الترشيحات هذيك الساعه السي ايتمنى يجي ويدير حط ويهضر وصاحبه وصاحبي هو معاه وكيهضر معاه وكيعاونوا وكيتعاونوا بيناتهم دابا لا غيدير ندوه صحفي لا راه غيجي لا راه بالعود علاش ما بغيتش ايتمنى يجي الوداد انا اللي حابس ايتمنى باش ما يجيش مي بون خير وفيما اختار والله واحد قال لي وملي هو ما باغيش يدير هذا الشيء علاش كيجبد الفلوس وكيعطي للوداد وعلاش وعلاش نخارط علاش وفلوس ويعطيهم اللي بغى انت مالك ايتمنى فلوسك خصنا ندخلوا معاك فيهم ونقولوا لك علاش ما عطيتيهم علاش غتعطيهم اسيدي فلوس يعطيهم من ما بغى شغل هذاك يعطي ولا ما يعطيش وشكون قال لك هو عطاهم في الاصل ولا شكون قال لك لا حول ولا قوه وايتمنى راه فاش كان ناصيري كان كيعاون الوداد وكيعطي الوداد وكيتعاون مع الوداد زعما يلاه ايتمنى غيولي يعاون الوداد ولا يلاه ايتمنى عزيز عليه الوداد اودي واش غنقول لكم صبرا جميلا صبرا جميلا خدي لنا خفاصيل ماشي فاصيل خبارت الوداد نعطيكم خبارت الوداد وخبارت الرجاء ما كملاش بالعودين نعاودو نعطيوها لكم ما كاينش مشكل دينا فاصيل